السلام عليكم، معاكم الفنانة غادة الخاطر. دعوني أحدثكم اليوم عن مشروع هادف ومميز بين أريدو ومتاحف قطر، عنوانه الفن والجوال. طلبت أريدو من مجموعة من فنانين قطريين تم اختيارهم من قبل متاحف قطر برسم على 100 هاتف جوال ليصبحوا عملاً فنياً بحد ذاته. سيتم عرض الأعمال الفنية من خلال مزاد يذهب ريعه من أريدو لدعم البرامج الفنية في قطر. تابعوا مسيرة الفنانين من خلال هاشتاغ أريدو أرت. بجانبي الآن 100 جوال حديث، ستقوم أريدو بإهدائها للفنانين اليوم ليبدأوا مشوارهم الفني.